لا مربوحة ان شاء الله ديما ويده ها حتى طنجه هاد العام ما عندهاش لعابه فهمتي يلا جابوا شي لعابه جداد لا بغات تطلع دابا وتقصات من العصبه ودابا وما عندهاش دابا امكانيات باش تتابح الويده. طنجه دائما كتلعب المنافسه سواء تشامبيونز ليغ او الاتحاد الافريقي او البطوله واتحاد طنجه هاد الملعب هذا ملعب الرعب كتستقبل الوداد ولا الرجاء ولا ديجا تنغلبوهم ولا تيغلبونا وروح رياضيه حنا تنلعبوا دابا لاجل ثلاثه النقاط وان شاء الله غادي نفوزوا بجوج لزيرو. مقابله صعيبه على الطرفين اتحاد طنجه خرج من مجموعه الهزائم ومجموعه الانتكاسات الوداد كذلك من هزيمه مقابله كنشوفها تكون صعيبه وبين الطرفين واتحاد طنجه ضروري خصها تربح ما عندهاش خيار اخر غير الانتصار لان الانتصار من غير الانتصار غتجي تازم الوضعيه لا بين الجمهور ولا بين المكتب المسير لهذا اتحاد طنجه ان شاء الله غالبه 3-2 لا ماشي يكون صعيب حيت خسرات طنجه مع الزمالك وتخساو يبغيو الجماهير ديالهم ينسيوهم في الاقصاء باش يربحوا هذه المقابله كنتمنوا ان شاء الله الفوز 3 بوان لفريق الوداد الرياضي اليوم ان شاء الله نغلبوا جينا تفرجوا جينا نحمسوا الدراري ديالنا ان شاء الله الغلب 3-0 ان شاء الله مغروم بها يا نا مغروم مره فرحان مره مهموم اتحاد طنجة الرياضي غرامك ماشي عادي للعيشه غداني مهبوب